هاي جايز، اي ام باك وهصور فيديو بقالي كتير قوي عايزه اصوره. كيرلي هير روتين. انا شعري مر بحاجات كتير قوي. اول ما بدات اليوتيوب عملت فيديو عن ماي كيرلي هير روتين، وده كان يمكن من 4 سنين. الفيديو ده ات اولموست 1 مليون فيوز عليه، 970,000 فيو، وانا عمري ما كنت اتخيل ان الفيديو ده يوصل لعدد المشاهده دي. فبشكركم جدا جدا جدا، ده اعلى فيديو على ماي شانل لحد دلوقتي. الجزء ده بقى هتكلم عن ال4 سنين اللي من اخر فيديو انا عملته لدلوقتي. ال4 سنين اللي فاتوا شعري رجع باظ تاني. كنت في الجامعة وكنت بعمل شعري كتير جدا، واشتريت ستريتنر at some point قوية قوي. هي حلوة لانها مش بتهيش شعري لما بيكون فيه رطوبة، وبتخلي شعري يفضل زي ما هو يعني مفروض حلو ومش بيهيش وكل الكلام ده، لكن حرقت لي شعري. في فيديو على الشانل بتاعتي اتكلمت فيها على ان ازاي شعري فجأة كده من غير اي حاجة قرر انه يبقى ستريت، وبجد كان بينزل ستريت قوي. هحاول ادور على صورة واحطها on the screen. وقعدت كتير قوي احاول افهم انا ليه شعري بيعمل كده، وليه بطل يبقى كيرلي، وايه اللي حصل فجأة. ومع الوقت ادركت ان الستريتنر دي كانت قوية جدا على شعري. وبعدين طبعا في فترة الكورونا كنا فاضيين جدا، فكنت بسيرتش الوت عن موضوع الكيرلي هير روتين وايه الحاجات اللي تمشي مع شعري، لاني بجد كنت بحاول ارجع شعري. فكانت دي الفترة اللي انا بدأت اريسيرتش فيها اكتر، واكتشفت ان كل البرودكتس اللي كنت انا بستخدمها مضرة للشعر الى حد ما. فدورت على alternatives او بدايل تقريبا تخلي كيرلز ترجع زي ما كانت. بعد ما شعري كان طول تاني، رجعت تاني في سايكل اني قصيته. زي ما انتوا شايفين هو دلوقتي قصير جدا، وهو مفروض مش قصير قوي كده، يعني هو طويل بس لما بيكون كيرلي بيكش اكتر. وفي الفيديو ده انا هوريكم الكيرلي هير روتين بتاعي وازاي بخلي شعري كده، لان انا لسه في شعري حتت ستريت ووايزه، بس لقيت تريك بعملها بتساعد ان شكلي شعري يكون كله كده. عايزه اقول حاجه كمان، ان ده شعري في اليوم الخامس، يعني انا غسلت شعري من 5 ايام. فالتريك اللي انا هقول لكم عليها النهارده، او الروتين اللي هوريه لكم اللي بعمله، بيفضل مده طويله وبيساعد على انه ما تغسلوش شعركم كتير، لان ده غلط على الشعر الكيرلي، لان الاويلز واللي فيه والحاجات اللي بترطب الشعر الطبيعيه اللي بتساعد على ان الشعر ما يهش، لما بتغسلوا شعركم كل شويه الاويلز دي بتقع يعني بتروح. فلما بتغسلوا شعركم مره واحده في الاسبوع او ماكسيمم مرتين، بيساعد ان الاويلز الناتشرال اويلز اللي في الشعر تفضل موجوده. الفيديوهات دي هتكون part of a series، هخلي كل شويه في فيديو عن ازاي بريفرش شعري الصبح وبخليه شكله كويس لو كان هش بالليل، ازاي بحافظ على شعري وانا نايمه بحيث اني اصحى ما يكونش باظ. هصور فيديوهات كده كتير على الاسابيع اللي جايه ان شاء الله ان شاء الله. فالفيديو النهارده هيكون الكيرلي هير روتين بتاعي اللي بعمله في شعري بعد ما بغسله، وازاي بعمل الكيرلز البايظه اخليها كيرلي. الفيديو ده هيكون متقسم على يومين، فلو عايزين تعرفوا التريك بتاعتي اتفرجوا على الفيديو لحد اخره. اوكي، سو غسلت شعري دلوقتي وسرحته. في حاجة مهمة عايزة اقولها بقيت اعملها، هي اني ما بقيتش استخدم الفوطة العادية اللي هي دي، بقيت استخدم مايكروفايبر تاول. المايكروفايبر تاول بتساعد على ان الشعر ينشف بسهولة او بسرعة، مش بتقطع الشعر زي الفوطة دي، وكمان مش بتخلي الشعر يهيش. دلوقتي انا شعري مبلول قوي، بس برضو دايما بيكون معايا سبراي. دي ممكن تجيبوها من اي مكان، في حاجات مخصوص للكيرلي هير بس دي بتاعت الزرع عادي، فبس بحط فيها مية، ساعات بحط فيها نقطة من الكريم اللي بستخدمه وبرجه، وبعد كده برشها على شعري لما بقسمه. دلوقتي اول حاجة بستخدمها في الروتين بتاعي هو الكيرل سميث كيرلينج كريم، وده بروتين. البروتين مش اللي هو البروتين اللي الناس بتعمله في شعرهم عشان يتفرد، لا، ده حاجة تانية خالص. البروتين ده بيساعد في البريكج، يعني اذا الشعر بيتقصف جامد او في سبليت اندز كتيرة، البروتين ده بيساعد جدا. بحس الكريم ده كمان بيخلي الشعر طري قوي مش ناشف، بيخليها باونسي اكتر سوفت، وبتفضل الكيرل واخده شكلها لمده اطول. اوكي، لبست لون فاتح اكتر عشان يبان اللي انا بعمله. بقسم شعري نصين وبعد كده برفع
جزء من النص ده القصة قصيرة شوية فهسابريتت لوحدها. وبعد كده باخد السبراي بتاعي وبرش السكشن ده الاولاني، باخد شوية من الكريم وبحطه بقسمه evenly على السكشن اللي انا عملته، بمسك شعري وبفرقه وبعدين بهزه شوية كده، ده بيخليه ياخد هو يعمل جروبس كده الشعر يتجمع في بعضه. بعدين باخد فرشة زي دي، دي فرشة مخصوص للشعر الكيرلي. انا هسيب لينك للويب سايت اللي انا جبت منه كل الحاجات دي في الديسكريبشن. فهاخد اول سكشن دول متجمعين مع بعضهم، وباخد الفرشة وبسرحها بس بلف، بجيبها للاخر وبعد كده بقوم لفة شعري حوالين الفرشة كلها، وبعدين بقوم فك اللفة دي واحدة واحدة، فبيطلع الكيرل شكلها عامل كده. عملها تاني واحدة واحدة، دي خلصت فبسيبها. باخد سكشن تاني بسرح شعري، وبعد كده بالفرشة بوصل الفرشة لآخر شعري وبلف شعري حوالين الحتة الايد بتاعت الفرشة، بلفها لفوق وبعد كده بقوم لفة الفرشة نفسها مرة، لفها تاني مرة عشان افك اللفة اللي انا عملتها، تالت مرة لحد ما بوصل لاخر الشعر. والكيرل بتتجمع بالطريقة دي، هي بتبقى كلوتريد كده مع بعضها، يعني كلها متجمعة مع بعضها. وكده بقى شكل الكيرلز اتجمعوا مع بعض بطريقة متناسقة اكتر بكتير قوي. هكمل باقي شعري وارجع لكم اوريكم الفينيشت ريزلت. اوكي سو اي فينيشت شعري كله، فضل الفرونت بارت اللي هي القصة دي هعملها في الاخر عشان اوريكم بعد الكريم ده بستخدم ايه. سوري بعد الكريم ده بستخدم ايه. تاني حاجة بستخدمها هي فوليوم فوم من كيرل سميث برضو. I really like this brand كيرل سميث، تخليها hydrated وناعم كده، في a lot of oils، it's cruelty free، vegan، ما فيهاش silicon، ما فيهاش sulfates، البراند in general. ف I really like this brand. ده pump كده بيطلع فوم، باخد شوية on my hand. انا عملت الناحية دي اول ما بخلص section بحط عليه الفوم، فانا لسه مخلص السكشن ده بحط عليه فوم وبعدين I scrunch my hair كده. الصوت ده هو because of شعري فيه مية كتير، اهم حاجة يكون الشعر مليان بالمية عشان ما يهش مع الوقت. حطيت شوية كمان وه scrunch الحتة المفضلة، مش واحد اتنين تلاتة اربعة، مش random، باخد section وبعمله وبعمل pulses، يعني بقفل ايدي وبفتحها من فوق كده ومن تحت كمان. ودلوقتي هاخد السكشن اللي قدام ده اللي هو القصة ده، بحب اعمله لوحده في الاخر لانه اقصر من باقي الشعر. هبله تاني، هحط شوية كريم بقسمها نصين، والسكشنز اللي فوق او البعيدة بعملها لوحدها بالفرشة. بعد كده السكشنز اللي قدام بعملها بإيدي، بقسمهم جروبس وبلفها كده بإيدي. ناخد حتة كمان لو الكيرل مش نازلة مظبوطة جربوا تلفوها الناحية التانية، يبقى هي طبيعتها على الناحية التانية. يعني دي مثلا لفتها حوالين وشي، بس في كيرلز دي مثلا اتلفت بعيد عن وشي، لو لفتها الناحية التانية مش هتنزل مظبوطة. ده سكشنز تانية بلفها، بحط شوية صغيرين قوي على الموس من الموس في ايدي. اخر حاجة بستخدمها بقى هو الهولي كيرلز جل ده عشان يمسك بقى شعري كله مع بعضه وما فيش حاجة تهيش. بحط شوية على ايدي كده وبعد كده باخد سكشن I scrunch it في شعري تاني زي ما عملت مع الفوم. بحط شوية بقى على القصة.
دلوقتي هسيب شعري ينشف. انا I let it air dry, مش بستخدم ديفيوزر, بس سمعت ان الديفيوزر بيساعد جدا, بيدي فوليوم للشعر, فهبقى اجرب استخدمه بعدين. ممكن ابقى اعمل فيديو عنه separate, بس دلوقتي انا مش بستخدم ديفيوزر, بسيب شعري ينشف طبيعي مع الهواء. انا دلوقتي في بيت اهلي فنسيت المايكروفايبر تاول بتاعتي, فهستخدم الروب اللي انا كنت لابساه من شوية لانه نفس الماتيريال بتاعت المايكروفايبر تاول, عشان بس انشف شعري, يعني اشيل منه كل المية الزيادة اللي كانت فيه. بس دلوقتي هستنى شعري ينشف وبالليل هوريكم اهم تريك في الروتين كله. اوكي دلوقتي الساعة 10:10 بالليل, يعني استنيت شعري ينشف شوية. طبعا هو مش كله 100% ناشف, لسه بياخد وقت كتير قوي عشان ينشف. طبعا هو لسه فيه كاست, يعني لسه ماسك نفسه من الجل, فانا بستخدم اويل, ده فيتامين اويل بحطه على شعري عشان يفك الكاست دي ويبقى باونسي وصافت. فهاخد شوية على ايدي, بعد كده بعمل نفس التكنيك اللي استخدمته قبل كده, بحط الاويل على شعري وبفعص شعري كده عشان ما يبقاش ناشف كده. ده شعري من غير اي حاجة, لسه ما عملتش. شايفين الناحية دي اوريدي بقت فلافي كده شوية عن الناحية دي لازقة نازلة ستريت. الناحية التانية ده شكل شعري بعد ما فكيت الكاست. في بقى الخصل اللي هي بتكون ماسكة في بعضها قوي, بفكها. هقرب اكتر عشان تشوفوا الكيرلز شكلها بقى عامل ازاي. دي الاندز اللي انا بتكلم عليها, ان لسه في حتت بايظة, دي حتة نازلة ستريت. بصوا ازاي من فوق كيرلي وبعدين من تحت نازلة دامج. نيجي بقى للتريك اللي بكلمكم عليها من اول اليوم. التريك دي هي اللي هتساعد الشعر اللي هو نازل ستريت ده ان هو يكيرل, لانه مع الايام بيبقى ستريت اكتر, فبيبقى شكله وحش اكتر. يعني هو دلوقتي شكله اكسبتبل بس شكله بيسوق مع الوقت. التريك دي بقى هي حاجة انا اشتريتها من على امازون, رخيصة جدا, افوردبل لكل الناس تقدر تجيبها. هي الرودز دي, هي بتيجي في احجام مختلفة, في كبير وفي متوسط وفي رفيع قوي. فاللي بعمله بقى بعد ما بيكون شعري طول اليوم سبته عشان ينشف, بلف شعري الستريت حوالين الرودز دي. فانتوا لو شعركم في ستريت اكتر كتير قوي تقدروا, انا بس هعمل الحتت اللي قدام اللي هي ستريت البايزة, والباقي هسيبه زي ما هو لانه اوريدي عمل كيرلي عادي. تقدروا تستخدموا الرودز دي, الباك دي كاملة بيجي فيها رودز كتيرة قوي, فتقدروا تستخدموا الرودز دي حوالين شعركم بالليل. هي لو كتير بتبقى مش مريحة شوية, بس الصبح الريزلت بتبقى worth it. فدي مثلا من تحت فيها ستريت, برش عليها شوية مية. بعد كده باخد الكريم اللي استخدمته الصبح الكيرل سميث, باخد حتة صغيرة قوي وبحطها على الاندز دي. اكشلي احط على كذا واحدة لاني حطيت كتير سنة. وهاخد رود دي, ده الحجم المتوسط, وبلفها حواليها. وبعد كده عندي كليبس كده صغيرين قوي, هاخد واحدة منهم واقفلها بالكليب. كنت الاول بستخدم الالاستيك باندز الصغيرة دي, بس كانت لما بصحى بتسيب علامة في شعري وبتخلي شعري من الاخر كده شكله مقصف, فبطلت استخدمها. فجبت الكليبس دي لقيتها احسن كتير, بلفها شوية بس عشان تمسك, يعني ما يبقاش حمل كتير على اللي تحت, وبسيبها كده. ممكن عشان ما يبقاش في كذا رد في شعري, بقوم واخدة الطرف التاني ولفة فيه حتة تانية, وباخد كليب كمان وبقفلها. اعتقد في حتت كمان هاخدهم, بشوف لو في اي خصل تانية. دي اهي ستريت شوية, هبلها تاني, احط عليها شوية كريم. باخد رود تانية, دي اكبر سنة, بنوع في احجامهم عشان يخلي شكلهم طبيعي اكتر. دي كذا شعراية مع بعض, الصبح بقى لما بينشفوا بفكهم, والباقي كله تمام. هعمل الناحية التانية, الخصل اللي قدام دول نازلين ستريت شوية,
فهعملهم وارجع تاني. خلصت الناحية التانية، الناحية التانية بس حطيت اتنين بس، لفيت يعني كذا ستراند عليها، الباقي شكله كويس، شكلي بقى متخلف قوي. في حاجة عايزة اقولها كمان، انه on social media يعني على انستجرام وتيك توك وكده، كنت بشوف ناس بتقول لما تعملوا حمام كريم للشعر او حمام زيت لفوا شعركوا في بعضه عشان حاجة اسمها train your curls، يعني ان انتوا تعملوا training لشعركوا الكيرلي، بحس انه somehow الشعر يعني يتعود على اللفة دي فالوحده يبقى كيرلي. فانا كنت بعمل التريك دي فعلا، لما باجي بعمل حمام كريم او حمام زيت او اي حاجة من الحاجات دي في شعري. بس اللي لاحظته في الاسابيع اللي فاتت من ساعة ما بدأت استخدم الرودز دي، ان الرودز دي ساعدت ان شعري يكيرل كده. يعني انا اول ما بدأت اعملها كنت بنام بمليون واحدة في شعري، يعني انا دلوقتي حاطة واحد، ودي كان ممكن تدخل في واحدة تانية، يعني واحد اتنين تلاتة خمسة. فانا حاسة ان موضوع training my curls ده بالرودز كده ساعدت جدا جدا. دلوقتي انا هنام على ساتن بيلو كيس، غطى المخدة يكون ساتان عشان ما يبوظش شعري، وهاخد غطى تاني، دي اكتر حاجة ان اتراكتف في الفيديو كله، عشان الف شعري كله جوه. طبعا المنظر بقى مقرف جدا بس هي هتناموا بيها وبكرة الصبح عادي هتفكوها على طول، فكفاية مش هطول عليكم المنظر ده كتير. صباح الخير، النهاردة تاني يوم حطيت ماي ميك اب ولبست، ودلوقتي هفك حاجات اللي عاملها في شعري دي عشان نشوف الكيرلز بقت عاملة ازاي اوفر نايت. هي يوجولي في الاول بتكون الكيرلز مرفوعة قوي او ماسكة في نفسها قوي، بس اوفر ذا نيكست فيو دايز بتبدأ تخف. انا بص في المراية هنا، فهفك اول واحدة. This is how it looks بعد ما فكناها، بتبقى كل الكيرل بقى نزلة متناسقة مع بعضها كده. دي برضو نزلت، نفكوهم بقى بعيد عن بعض. دلوقتي بعد ما فكناهم كلهم بقى بعمل القصة، لانها بتكون بقت flat overnight، فباخد الجزء ده كده تاني وبس ببله سنة، بعد كده بلفه تاني randomly بقى البيسز دي. اوكي بيبقى شكله كده. بعد كده هاخد الاويل اللي حطيته امبارح بالليل ده، هحط شوية على ايدي وبسابريت بقى الكيرلز اللي كانت ماسكة في بعضها. القصة بقى اللي قدام دي بتنشف وبتكش هي كمان لفوق. هنا لسه في 2 strands كده نازلين straight. بالليل بقوم لفة strands دي وبسيبها برضو زي باقي شعري كده، زي ما عملت امبارح، عشان تعمل curly لو هي مضايقاني. بس النهاردة هغطيها كده شوية و it looks fine، يعني مش سيئة قوي. I will insert a video دلوقتي بعد ما القصة نشفت عشان تشوفوا شكل شعري بقى عامل ازاي في الاخر. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. انا هحط لينكس لكل الحاجات اللي انا استخدمتها في الفيديو ده في الديسكريبشن تحت، اللينك بتاع الرودز بتاعت امازون، وهحط الويب سايت اللي اشتريت منه كل البرودكتس اللي انا بستخدمها. الاويل ده انا جبته من صيدلية بوتس هنا في الامارات، مش عارفة لو الصيدلية دي موجودة في مصر ولا لا، بس اي زيت تاني بينفع. قبل ما اجيب ده كنت بستخدم عادي زيت جوز هند او زيت زيتون، اي زيت هيمشي، مش لازم تشتروا زيت مخصوص. بليز اكتبولي في التعليقات تحت ايه الحاجات اللي حابين تشوفوها تاني مني. Thank you all so much for watching، واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. باي.